أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطلع مصر إلى تدشين مرحلة جديدة من التعاون البناء مع العراق، سواء في الإطار الثنائي أو الإطار الثلاثي المصري العراقي الأردني، والانطلاق سويا نحو آفاق واسعة من الشراكة الاستراتيجية. وخلال اجتماع رباعي في بغداد مع الرئيس العراقي برهم صالح وملك المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أكد الرئيس العراقي اعتزاز بلاده بزيارة الرئيس السيسي وحرصها على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية. أعلنت وزارة الثقافة أسماء الفائزين بجائزة المبدع الصغير خلال حفل أقيم بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، وبحضور أعضاء اللجنة العليا للجائزة والأطفال الفائزين وأسرهم. وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة تقدم أكثر من 4300 عمل إبداعي من كل أنحاء الجمهورية، حيث فاز بالمسابقة 16 طفلاً. أعلنت وزيرة الهجرة خلال لقائها وفداً من وزارة التخطيط وأعضاء مؤسسة حياة كريمة بحضور سيدة الأعمال ليلى بنس إطلاق فاعلية جمع تبرعات المصريين بالولايات المتحدة وكندا في 25 من سبتمبر المقبل برعاية رئيس الوزراء، حيث أكد أعضاء مؤسسة حياة كريمة أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية، حيث تعتمد على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التي من شأنها ضمان حياة كريمة لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم. أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر التابعة لمجلس الوزراء اليوم الأحد خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية للفترة من عام 2021 إلى 2023. وصرحت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية بأن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيراً بملف الهجرة غير الشرعية. أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على ما يمثله تحسين الخدمة الطبية من أولوية متقدمة على أجندة عمل الحكومة، مشيداً بالجهود المبذولة من وزارتي التعليم العالي والصحة باعتبارهما جناحي تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وكذا التحديث والتطوير المستمر الذي يخضع له هذا القطاع. وخلال اجتماع عقد لبحث عدد من المقترحات المتعلقة بتطوير الخدمة الطبية في مختلف المحافظات، أشار مدبولي إلى أهمية الاستغلال الأمثل لمباني المستشفيات الحكومية والموارد المتاحة. تابع وزير الإسكان مشروعات مبادرة حياة كريمة الجاري تنفيذها بمركز إسنا بمحافظة الأقصر، موضحا أن مشروعات المبادرة بمركز إسنا تتضمن 23 مشروعا لمياه الشرب و25 مشروعا للصرف الصحي وتسع مشروعات لإنشاء مجمعات خدمات المواطنين، بالإضافة إلى 26 مشروعا لإنشاء وتطوير ملاعب ومراكز الشباب وتسع مشروعات لإنشاء مجمعات الخدمات الزراعية المطلوبة، بجانب 45 مشروعا في قطاع الخدمات ومشروعات الطرق والكباري ومشروعات مرافق الكهرباء والغاز والاتصالات والمخلفات. بحثت وزيرة التجارة مع سفير الإمارات لدى مصر سبل تعزيز التعاون بين البلدين، موضحة أن الإمارات تمثل أكبر شريك تجاري لمصر بمنطقة الشرق الأوسط، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2020 نحو 4 مليارات و111 مليون دولار، كما بلغ إجمالي الصادرات المصرية للسوق الإماراتي خلال عام 2020 نحو 2 مليار و882 مليون دولار، لافتة إلى أن الإمارات تعد أكبر مستثمر أجنبي بالسوق المصري، حيث تسهم في مشروعات يتجاوز رأس مالها 7 مليارات دولار.
وجهت وزارة قطاع الأعمال العام الدعوة لكافة الشركات المصرية التي لديها منتجات قابلة للتصدير لتسجيلها مجانا على الكتالوج الإلكتروني المخطط استخدامه بهدف الترويج والوساطة للتجارة الخارجية المصرية في مختلف الدول لتعظيم الصادرات المصرية لا سيما مع دول القارة الإفريقية.